أهلا وسهلا أخي. ما نمتي؟ لا ما نمت. أنت منيح تعبان شي أخي؟ شوي. أهلا وسهلا ابني. أهلا ماما. اسمعي حبيبتي، ليكي زحل بسرعة روحي وطلعي الأكل وسخني. يلا بنتي بسرعة. لا أكل شو هلا؟ يلا فورا خدي هاي معك. لا يلا. لا بدك تاكل. والله مو قادرة أكل. معلقتين ابني شبك. أنا رح أقعد هون هون قدام ابني حبيبي. إيه يلا خبرني، يلا خبرني ابني. يلا شو بدي خبرك ماما؟ يا ربي منك، عن جد بتضلك هيك انت؟ ابني شبك اجيت وحملتني هم كبير على كتافي وبعدين بتقلي شو بدي احكي؟ انت عم تدوري على فرصة تحملي هم. ايه شو صار بموضوع الدين ابني احكي؟ رح تدفعه، قال الدين هو دينا وما رح تقبل. اه منيح الحمد لله. هلا احترمت لهالبنت هي، هالحركة بتلبق ببنت نورتان فعلا، منيح. بس كيف رح ترجع الدين؟ خلص لا تشغلي بالك، رح فوت نام. صباحو على خير. برافو عليها، برافو عليها. بلا الأكل. استنى شوي ابني، يا الله منك لسه ما حكيت شي. ليك صحيح، خليها تسكر الدين مثل ما بدها تسكره، أساسا خليها تسكره بأسرع وقت ممكن وتخلص وتروح على اسطنبول. والله تعبت كتير هالبنت هون يا حرام، والله أنا زعلت عليها. قالت لك شي إمتى رايحة؟ عن إذنك. يا الله منك شو شاطر بالهريبة، شو حكيت أنا يعني؟ تعرف اني كذبت 1000 كذبة قدام كيليش لحتى دافع عنك، بس حضرتك بتروح وبتسكر الطريق قدامه. حبيت فرجي انه هو ولا شيء قدامي، شو فيه؟ واضح شفت هالشي. جوكان انت شو عم تعمل يعني؟ انت اجيت لهون لحتى تساعدني، فمنشان هيك بدك تحل كل شيء يا ابني بشكل منطقي، مو بيقطع الطريق بهي الطريقة. انا حليته اساسا بابا، حليته. قايلة بدها تبيعني كل اراضي الزيتون. وبكرة رايحين على الطابو. شفت؟ هذا هو الشيء اللي كنت ناطره منك. مشكلتكي ليش معي غير؟ عن جد؟ شو هي مشكلته معك؟ آيلا طبعاً. شو علاقته بآيلا ليش؟ الآغا ما بيتقبل يتاخد منه شيء. ما تقبل آيلا تيجي لعندي وتطلب ساعدة. ما قدر يخلي البنت تسمع كلامه ولهيك صار يسترجل علي، عرفتي كيف؟ هي مشكلته للآغا. تعرف أنا بشوف أنت وآيلا لابقين لبعضكم؟ أنت بلندن وهي باسطنبول، ليش ما بتجتمعوا يا ترى؟ حلوة الفكرة مو هيك؟ أنا بحبها شوي شوي، يعني مو لدرجة اتزوجها. ممكن على الورق بس، مو أكتر من هيك. إذا ما صار هيك ما بقدر أنجح. مزبوط؟ شكراً بنت عمدي. أهلين ابن خالي. بدك شي مني بابا؟ أنا رايح نام. لا سلامتك، تصبح على خير ابني. وأنت بخير بابا، يلا باي. الله معك. أنا حاسس إنه رجعت جوكان لهم فادتك كتير يا بهيجة، يعني المي ماشية بالطريق الصح. كيليش متأكد رح ينتبه لك بالأخير، بدها شوية صبر. أنا ناطرة خالي. تصبح على خير. وأنت بخير حبيبتي. شوفي نحن عملنا كل شيء، وصلنا للآخر تمام، يعني ما رح نستسلم. اليوم رح ناخذ كل شي بدنا اياه من هذا البيت وبنطلع فورا تمام. اهلا وسهلا. صباح الخير، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. اسفين نحن اجينا فجاه، بس بتمنى يكونوا الكل بالبيت هون لنشوفهم. بالبيت بالبيت، حتى آيلا خانهم ليكا واقفه عند الشجر. انا بدي احكي شوي مع آيلا، رح روح لعندها وبرجع بجي. تمام تمام. سيد احسان، قهوه ولا شاي؟ اللي بدك اياه، ما في مشكله، قهوه اذا بتريدي. تفضل. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك. من هون تفضل. يسلموا ايديكي.
بهيجة؟ كيفك يا روحي؟ والله خفت عليكي كتير بعد الشي اللي صار، حبيت اجي واطمن عليكي اذا منيحة او لا. ليش؟ شو صار؟ شو ما عرفتي؟ كيليش وجوكان اتخانقوا سوا، وعشوي كانوا رح يضربوا بعض كمان. كيف هيك؟ كيف بيعمل هيك شي؟ ما بعرف، انت بتعرفي كيليش، هو ما بيقدر يسيطر على حاله احيانا وما بيعرف شو عم يعمل. اوفيا، اذا مشكلته معي ليش لا يدخله فيها؟ عم يقول ما بده جوكان يكون شريكك، وطبعا جوكان ما قبل هالشي ولهيك ضربه. هاد عم يتصرف مثل الولاد ليجنني. لوين؟ شو رأيك؟